الآن أكلمكم في الأسبوع الماضي عن الوداعة، وتكلمت عن صفات الإنسان الوديع وكيف أنه هو إنسان طيب وهادي ومش بتاع مشاكل، وانه هو كما قيل عن السيد المسيح الوديع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة بيت. واود ان اتكلم في هذه الليلة عن الوجه الاخر من الوداعة، لألا الناس يفهموا الوديع بأنه شخص يعني لا يتحرك يمين ولا شمال وشخصية ضعيفة ولا يكون فعالا في المجتمع الذي يعيش فيه ولا يتحرك ويكون خامل إلى آخره، لا شخصية ولا فاعلية. وبعض الناس اللي يمشوا في الوداعة ممكن يكونوا هزأة في وسط الناس وأضحوكة للآخرين ويستغلوا وداعتهم لإهانة شخصيتهم. هنا بقى أحب في المحاضرة دي إن أتكلم عن الوداعة اللي هي الطيبة والهدوء وعلاقتها بالشجاعة بالشهامة بقوة الشخصية بالنخوة بالغيرة. برضه عايزين نتكلم على الحاجات دي، لأن كما قيل في المثل أنصاف الحقائق ليس فيها إنصاف للحقائق. فنشوف إيه حكاية الوداعة دي، ولا نريد أن نطبق مبدأ الفضيلة الواحدة ولا حتى مبدأ فهم جزء من الفضيلة. القديس الأنبا أنطونيوس قال كلمة كويسة جدا، سألوه مرة إيه أحسن الفضائل، هل هي الصوم، هل هي الصلاة، هل هي الوحدة والهدوء والسكون؟ قال لهم أحسن فضيلة هي الإفراز. الإفراز يعني الحكمة والتمييز، الواحد يفرز ده من ده يعني يميز ده من ده، يعني الحكمة والإفراز. فبرضو احنا عايزين نشوف فضيلة الوداعة كيف تؤخذ في حكمة، لأن ممكن واحد يمشي بالوداعة بطريقة خاطئة فيضر نفسه ويتعب ويقول الوداعة وحشة. لا، مش الوداعة وحشة، هو الخطأ هو طريقة السلوك بغير حكمة في الوداعة. دي أول نقطة. تاني نقطة في سفر الجامعة إصحاح 3 قال إيه؟ قال لكل شيء تحت السماوات وقت، لكل شيء تحت السماوات وقت، وقعد يتكلم في التفاصيل دي. فاحنا عايزين برضو نشوف امتى الوقت اللي الوديع ينفذ فيه الهدوء والطيبة وامتى ينفذ الحزم وامتى ينفذ الغيرة المقدسة وامتى ينفذ الدفاع الحق. لكل شيء تحت السماوات ايه؟ وقت. وليه مناسبة؟ لأن لو الوداعة لم تسلك بحكمة تتحول إلى رخاوة في الطبع. نيجي مثلا نقول النخوة والغيرة المقدسة. المسيح لا شك إن هو وديع ومتواضع القلب، وورد الكلام ده في متى 11.
هل كده السيد المسيح ما كانش عنده النخوة والغيرة المقدسة؟ المسيح الوديع لما دخل الهيكل ووجد انهم بيبيعوا ويشتروا في الهيكل طرد الباعة اللي بيبيعوا وطرد البهائم والحاجات دي اللي موجودة وقلب موائد الصيارفة يعني، وقال لهم بيت أبي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. فالسيد المسيح بيقول تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. طب المسيح الوديع أخذ موقفا شهما في غير مقدسة ولم يقبل الخطأ الموجود، وهدلهم كل حاجة. هل كنت تنتظر من السيد المسيح يستبقي كل هذه الأخطاء باسم الوداعة ويسيب الهيكل يبقى مجال للبيع والشراء والبهائم والحمام وموائد الصيارفة؟ إذن الوداعة لا تمنع الغيرة المقدسة. برضو السيد المسيح المتواضع والوديع وبخ الكتبة والفريسيين وقال لهم الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تغلقون أبواب الملكوت أمام الناس فلا دخلتم أنتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. يبقى لكل شيء تحت السماوات وقت. مش معناها وديع يسيب الدنيا ملعبكة ومبعككة وملخبطة ويقول دي باسم الوداعة، لا، تبقى عدم فهم للوداعة. ده من كلام المسيح نفسه. الشهادة للحق، الشهادة للحق، ربنا في سفر أرميا النبي إصحاح 5:1 قال طوفوا أورشليم هل تجدون، وأشوفوا ساحتها وفتشوا فيها، هل تجدون إنسانا سالك بالعدل ويحب الحق فأصفح عنها؟ إذا كان مستعد أن يصفح عن أخطاء أورشليم لمجرد إنسان بيعرف الحق ويدافع عنه. وربنا قال تكونون لي شهودا. أضرب لكم مثل في هذا الموضوع. بولس الرسول في علاقته مع بطرس الرسول، نقول بطرس الرسول كان أكبر منه سنا وكان أقدم منه في المسيحية وكان واحد من الاثني عشر وكان عمودا من أعمدة الكنيسة. وبعدين في يوم من الأيام بص بولس لقى بطرس الرسول بياكل مع الأمميين لو هم لوحديهم، وإن جم ناس يهود يمتنع ومرضاش ياكل مع الامميين عشان ما يزعلوش منه اليهود. فبولس الرسول قال ايه؟ قال انا وبخته مواجهة لانه كان ملوما، وقال له ان كنت وانت يهودي تسلك كالامم فلماذا تطلب من الامم ان يتهودوا؟ ده ايه ده؟ ده بيوبخ واحد اكبر منه بيشهد للحق، قل له الوضع ده وضع مش مظبوط. نقول له لا يا بولس خليك وديع وهادي يا حبيبي وما تخشش في الحاجات دي وما تتعبش روحك. هو وديع وهادي، وديع وهادي بدليل ان لما راح ينذر الناس بتوع افسس قال لهم 3 سنين وسطيكوا ليل ونهار لم افطر عن ان انذر بدموع كل احد. بينذر بدموع يعني راجل طيب،
مش بيسقط بعمق، بل اكتر من كده بعت لاهل كورنثوس يقول لهم انا بولس الذي هو، كان بيوبخهم على الاخطاء، الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. يعني اكمني قاعد اكتب لكم رسالة وبعيد عنكم متجاسر عليكم بقول كلام شديد، ولكن في الحضرة ذليل. يعني عايز وداعة اكتر من كده؟ ده ذل. لكن وقت اللزوم في خطأ يوبخ عليه. ولو ان كل الناس باسم الوداعة بعدوا عن الشهادة للحق، يبقى الباطل هو اللي ينتشر والحق يندثر، يبقى مفيش حق. كل واحد يخاف يتكلم عن الحق احسن يفقد وداعته. لا ابدا، ممكن الانسان يكون وديع ويدافع عن الحق، ممكن يكون وديع ويوبخ بس باسلوب هادي. باسلوب ايه؟ هادي. زي ما المسيح مع المرأة السامرية قال لها خطاياها وكله باسلوب هادي غير جارح، غير جارح. نيجي مثلا للشهامة والنخوة. ابونا ابراهيم ابو الاباء كان شخص وديع، يعني لما اشترى مقبرة من بني حث في تكوين 23 سجد لبني حث، سجد ليه بينما هو كان راجل كبير وعظيم. يعني بيقول ان هي الكتاب قال لهم انا عايز تدوني ارض ادفن فيه ميتي. كانت سارة الله ينيح نفسها ويقدس روحها كانت اتوفت، فهو عايز مكان يدفن فيه سارة، فبيقول لهم عايز مكان ملك قبر لادفن ميتي من امامي. اجاب بنو حث ابراهيم قائلين له يا سيدي انت رئيس من الله بيننا، يعني عارفين قيمته، ده راجل نبي كبير، انت رئيس من الله بيننا في افضل قبورنا، ادفن ميتك لا يمنع احد منا قبره عنك. فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث. انسان طيب يقول له انت رئيس عظيم من الله، اللي انت عايزه خده، يسجد للارض، دي وداعة وطيبة. ومع ذلك هذا الانسان الوديع اللي بيسجد للناس للارض مع اعترافهم بانه رئيس عظيم، لما قام حرب اربع ملوك ضد خمس ملوك وسبي لوط ضمن شعب سادوم، يعني ملك سادوم انهزم وسابوا الشعب بتاعه، دخل في السبي لوط. يقول ايه الكتاب في تكوين 14؟ يقول ولما سمع ابرام ان اخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقض عليهم. الله، ده الراجل اللي بيسجد للارض بيعرف ينقض وقت اللزوم كده. الوداعة ما تمنعش الشهامة والنخوة. يعرف ان لوط دخل في السبت ويقعد يقول كده لتكن مشيئة الله، تكن مشيئة الله، وهو مشيئة الله تمنع انك تكون شجاع وتنجي الراجل من السبت. في ناس بيفهموا الوداعة غلط، تقول له فلان سبي وقبض عليه، يقول لك اللي من عند الله يثبت واللي مش من عند الله يزول. ده كلام ايه؟ اتحرك، خلي عندك نخوة، خلي عندك قلب.
هسيبها لربنا يحلها. ده كلام فهم خاطئ للوداعة وألفاظ خاطئة للوداعة. وفعلا إبراهيم انقض على الناس وأنقذ أهل سدوم وأنقذ الأملاك والنساء والشعب وأنقذ لوط وخرج من الحرب دي، استقبله ملك سدوم واستقبله ملك سليم، يعني راجل عظيم بيستقبله الملوك. وملك سدوم قال له اديني النفوس وخد انت الاملاك، قال له ابدا ولا شراك نعل لئلا تقول انا اغنيت ابرام. ده كلام رجاله، يقول لك انا ما اخدش غير من ربنا لكن اخد منك انت لا. يعني وقت اللزوم وديع وبيسجد للارض، ووقت اللزوم شهم وقوي ما يهموش. انا مش عايز الناس يفهموا الوداع غلط، يفهموا الوداع غلط دي مش تمام. نيجي للشجاعة والقوة. هل الوداعة تتنافى مع الشجاعة والقوة؟ ناخد مثل لكده داود، الصبي داود، الفتى داود الصغير، بعتوا ابوه عشان يشوف الحرب، وكان الحرب ساعتها جولياط، لقى جولياط حاجة ضخمة كده جامدة، والرمح بتاعه زي نول النساجين حاجة، والجيش كله خايف، والملك شاور خايف، ورجال الحرب خايفين، كله خايف خايف. وراح يشوف اخوه الياب، قال له انا اعرف كبرياء قلبك، انت جيت تتفرج على الحرب يا عم، ما انت خايف وجبان وكشش في روحك، وجولياط يزعق ويتحدى كل واحد يلبد في جلده، وجاي دلوقتي تنتهر داود. داود قال له اما هو كلام، وراح بين الناس كلهم، ايه الحكاية دي؟ واحد واقف يعير ربنا والناس بتوعه، ده كلام مش تمام ابدا. قالوا له هو بيتحدى، بيقول واحد منكم يخش. كلمة جميلة جدا قالها داود، قال ايه؟ قال لهم لا يسقط قلب احد بسببه، انا هروح احارب. انت وقت كده اشقر مع حلاوة في العينين، يعني لعبة كده حلوة، يقول له اروح احاربه، قال لهم لا يسقط قلب احد بسببه. وراح قبل الملك شاول وقال له ما تخافش انا اللي هحارب، طب خد ادوات الحرب واللبس، قال له مش مؤلف على كده، انا هروح احارب. وخد له مقلاع وحصواية وخبط الراجل، ارتجت في جبهته ومات جولياط. دي الشجاعة. وعلى فكرة مش غرور، يعني ما اعتزش بقوته، ده قال لجولياط اليوم يحبسك الرب في يدي، يحبسه في ايده. صوروا ايد داود اللي قد كده يتحبس جولياط جواه، قال له اليوم يحبسك الرب في يدي، عشان تعرف ان في اله. هنا بقى القوة والشجاعة. طب ما هو داود وديع، وديع لأن المزمور بيقول اذكر يا رب داود وكل دعته. ولما وقف قصاد شاول الملك، وشاول الملك بقى يطارده من حتة لحتة، داود قال له وراء من ملك إسرائيل مطارد؟ بيطارد مين؟ وراء كلب ميت برغوث واحد؟ أنا أطلع لك إيه هم؟ وداع. لكن وقت الجد شهم وشجاع وقوي. انا بجيب لكم امثلة الناس اللي قيل عنهم انهم ودعاء. ابراهيم كان وديع، وداود كان وديع، والسيد المسيح طبعا قيل عنه انه هو كان وديع الى اخره.
واحد تاني كان وديع موسى النبي، قيل عنه في سفر العدد إصحاح 12 آية 3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. هل وداعة موسى تتنافى مع الغضب المقدس؟ موسى ده اللي في خروج إصحاح 32 كان بيهدئ غضب الله لما ربنا قال له الشعب ده أفنين، قال له لا يا رب، يقول له علينا ايه؟ يقول له اخرجكم بمكر من ارض مصر عشان موتتم في البرية، ارجع يا رب على الموضوع. طب موسى ده الوديع الطيب الهادي نزل من الجبل لقاهم بيعبدوا العجل الذهبي، يعبد عجل ذهبي، موسى يسكت باسم الوداعة والحلم والهدوء؟ ابدا، موسى شخط في الشعب كله، ايه اللي بتعملوه ده؟ ومسك العجل الذهبي وطحن وطحن، كسروا، رمى حتى لو حي الشريعة اللي مكتوبين بأصبع الله رماهم. انتوا ما تستهلوش الوصايا دي اذا كنتوا لسه بتعبدوا عجل ذهب. ومسك العجل الذهبي دقوا وصحنوا وحولوا الى ذرات الى التراب ورماه في المية. ومسك هارون رئيس الكهنة وزعق له، وهارون اضطرب قصاده، خاف من موسى، قال له يا سيدي لا يحمى غضبك علي، انت عارف الشعب تعبان، جابوا لي الذهب رميتهم في النار طلع عجل. هذا كلام ده؟ ده كلام يقول واحد عاقل رماه في النار طلع عجل؟ ده عجل منحوت نحت، خاف منه. خاف من مين؟ من هذا الرجل الحليم. لكل شيء تحت السموات وقت، في وقت للحلم ووقت للحزم، وقت للحلم ووقت للحزم، وقت للوداعة ووقت للغضب المقدسة. دي زي ما يجوا ناس يشوفوا اللي بيغلطوا ويملي الدنيا غلط يقول لك لا حرام. حرام؟ حرام ايه؟ طب ما ربنا كان بيعاقب، وربنا معروف انه حنون وطيب ووديع الى اخره. نيجي مثلا نسأل سؤال: هل الوداعة تتنافى مع قوة الشخصية ومع قوة التأثير؟ نشوف. احنا اتكلمنا قبل كده على بولس الرسول الوديع اللي بيقول انا في الحضرة ذليل وبأنذر بدموع. نشوف بولس الرسول الوديع ده كان بيتصرف ازاي. في سفر الاعمال اصحاح 24 يقول ايه؟ بولس وهو اسير وقف امام فيليكس الوالي. فيليكس الوالي ده استحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح، وكان بولس اسيرا، اسير يعني سجين مربوط بالسلاسل. بيقول ايه؟ وبينما كان بولس يتكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعب فيليكس الوالي، ارتعب وقال له اذهب الان ومتى حصل لي وقت استدعيك. الاسير اللي مربوط بالسلاسل من قوة شخصيته ومن قوة تأثيره ارتعب فيليكس الوالي امامه. انت عايز بقى شخص وديع يكون ماشي جنب الحيطة وما بيعملش زيطة؟ لا، ده الوديع وقت اللزوم يكون قوي الشخصية وقوي التأثير.
الناس الظاهر فاكرين الوديع يعني راجل طيب يبقى حاجة مهملة كده، لا ود ولا جاب ولا يعمل له حساب. كلام ده مش معقول. بولس الرسول ايضا وقف امام اغريباس الملك في احتفال عظيم، وقف قصاد فقال له اتكلم، قعد يتكلم وبعدين بص بولس وهو اسير لاغريباس الملك قال له اتؤمن ايها الملك اغريباس بالانبياء؟ انا اعلم انك تؤمن. قصاد الاحتفال ده فاغريباس قال له بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا، قال له بقليل او بكثير انت وغيرك عايزكم تبقوا زي ما خلى هذه القيود. راجل بيكلم ملوك بقوة، مش يقف الواحد خايف ومرتعش. ده داود الوديع قال تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم اخزى. قوة شخصية بتكون موجودة. مش بس كده، بولس الرسول في الدفاع عن الحق، دفاع عن حقوقه، مش نقول وديع يعني كل واحد يلطشه شويه وياخد منه اللي عايزه، لا ده وقف يعني امام الامير لسياس. جابوا ايه؟ هيجلدوه. فبص لهم بولس الرسول كده وقال لهم ايجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ لانه ممكن كانوا الرومان دول بيعتبروا ان هم الشعب الراقي وبقية الشعوب دول برابرة، يجلدوهم يعملوا لهم زي ما هم عايزين. لكن الشخص الروماني مش ممكن يجلد الا لو قدم للقضاء وحكم عليه حكم. فقال لهم ايجوز لكم ان تجلدوا رجلا رومانيا غير مقضي عليه؟ قالوا له هو انت روماني؟ قال لهم ايوه. جري رئيس العساكر دول وراح للامير قال له ده بيقول انه روماني، فقال له الامير قال له انت روماني؟ قال له ايوه روماني. قال له طب انا بفلوس اخدت الجنسية الرومانية وانت؟ قال له انا ولدت فيها. فلما عرف انه روماني اختشى منه وفض الحكاية دي واعتذر ليه. وبعدين جابوا له بقى قوة تخرجه محروسا وبالسلامة. هو بولس ما كانش بيخاف من الجلد. هو في كورنثوس الثانية قال اني اربع مرات قابلت من اليهود 40 جلدة الا واحدة، كانوا بيجلدوا 39. اربع مرات اتجلد، هو ما كانش همه كلامه. وقال ثلاث مرات ضربت بالعصية، ما كانش يهمه. لكن هنا بيتكلم نقطة قانونية، وداعته لا تمنع من النقطة القانونية. انا ليه حق القانون بأي حق تجلدوني؟ وانكسفوا منه. مرة تاني دي كانت مع الامير لسياس، مرة تاني مع فيستوس الوالي في اعمال 25. فيستوس الوالي دول لقى اليهود بيشتكوا على بولس، فحب انه يسلم بولس لليهود، يبقى عمل لهم جميل يعني، يعمل منا عليهم يعني، يعمل لهم جميل فيرضوا عليه يعني. فاراد انه يسلم لهم بولس،
اراد ان يسلم لهم ايه؟ بولس. فبولس الرسول وقف له وقال له اسمع، امام كرسي ولاية قيصر انا واقف، الى قيصر رفعت دعواي. قال له انا واقف امام كرسي الوالي بتاع قيصر، تسلمني لليهود ازاي؟ الى قيصر رفعت دعواي. قال له الى قيصر تذهب. راجل ليه كرامته وهو اسير متقيد، كل دي وهو اسير مقيد بالسلاسل، لكن جسمه مقيد بالسلاسل لكن روحه طليقة قوية شجاعة على الرغم من الوداعة. انتوا فكركم يعني بولس كان بيهرب من اليهود عشان يروح لقيصر؟ لا، دي ليها سر معين. ايه السر ده؟ هو كان المسيح ظهر له قبليها وقال له كما شهدت لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. فقال كويس، انا اقول الى قيصر رفعت دعواي، ابص لقوا اخذوني مكرم معزز وودوني الروما حيث قيصر، وهناك ابشر زي ما انا عايز. حكم، راجل فاهم، لكن مش وديع يعني يضحك عليه. لا، بولس بالذات ما كانش من النوع اللي يضحك عليه، راجل فاهم القانون وفاهم الحقوق والواجبات وبيوقف كل واحد عند حده. ده ملك، ده والي، ده رئيس جن، يوقفه عند حد. طب والوداعة؟ والوداعة ماشي، يعني احنا زعقنا ولا اتخانقنا ولا عملنا هيصة؟ هو قال له كلمة كده، ايه رأيك ان القانون بيقول انك غلطان؟ غلطان؟ ايوه صحيح. يكش من غير لا يزعق ولا يشتم ولا يعمل هيصة. يبقى الوداعة بقى مش معناها ان الواحد يضحك عليه وياخدوه كده في الطراوة ويلعبوا بيه. هل مثلا انت وديع ام لا تنبه خاطئا اذا اخطأ؟ ليك واحد صاحب او واحد قريب هيتجوز جيزة غلط، زيجة غلط، قرابة ممنوعة، يتجوز واحدة مطلقة، يتجوز زواج عرفي، يتجوز زواج مدن، يغير مذهبه علشان يطلق بالشريعة، كل ده وتسيبه وتقول اعمل ايه؟ انا مالي، خليني في حالي. لا يا حبيبي، انت تروح وتقول له يا فلان الوضع بتاعك ده غلط وما يوافقش عليه ربنا، حتى لو شخط فيك شخط ما يهمناش، المهم انك وصلت له رسالة ان الوضع ده غلط وما يصحش تتجوز الجيزة دي. الانسان الوديع مش معناها ان هو لا ينبه خاطئا، يلاقي واحد هيقع في حفرة ما ينقذوش منها، لا طبعا، حتى لو قال كلمة جديدة. يعني هو مثلا يمشي في وداعة ويقول رأيه ويقول ده غلط بكل وداعة، كلمة واحدة، زي ما يوحنا المعمدان قال له هيرودس لا يحل لك، اهي كلمة، لا تجريح ولا شتيمة ولا تزعيق، وبكل وداعة وصل الرسالة الإلهية. حتى لو الوديع قال كلمة جديدة يتعمل لها حساب. ليه بقى؟ ده راجل وديع عمره ما بيقول كلام شديد، فليه قال المرة دي كلمة جديدة؟ لازم الأمر خطير فيتعمل له حساب. هل مثلا يقول وديع لا يدين احدا؟ السيد المسيح كان وديعا،
وفي يوحنا 3:17 قال ان الله ارسل ابنه الى العالم ليس ليدين العالم بل ليخلص العالم. وقال للمرأة المضبوطة في ذات الفعل: ولا انا ايضا ادينك. لكن مع ذلك لما جه وقت اللزوم هذا المسيح الوديع اللي ما كانش بيدين حد ادان الكتبة والفريسيين في متى 23، وادان الكهنة في متى 21، وادان الصدوقيين في متى 22، ووقت اللزوم ممكن وادان تلميذه بطرس لما اتكلم في متى 16 وقال ان ابن الانسان هيقدم الى ايدي الخطاة ويقتلوه ويصلبوه الى اخره. فاخده بطرس على جنبه قال له: حاشاك يا رب انك تفعل كده. قال له: اذهب عني يا شيطان. يعني وقت اللزوم ممكن يدين. قال له: انت معثرة لي. الكلام اللي بتقوله ده كلام مش مظبوط. انا خايف للناس يفتكروا ان الوداعة دي يعني واحد طيب غلبان يضحك عليه، كل واحد يلطش فيه الطلطيشة. لا، ما تجيش كده. يمكن انت تقول لي: طيب وبولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس، قال له: الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، في تيموساوس الاولى 25. طيب تقول لي: طب ده بتجيب امثلة من المسيح وبولس وتيموساوس، لكن احنا ملناش دخل. انا هقول لكم مثل لطيف. في واحد يعني تعرفوه اسمه أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام، ده كان الصاحب الرابع لأيوب الصديق. كلكم تعرفوا ان اصحاب ايوب كانوا ثلاثة، هو كان فيه ثلاثة، لكن في واحد رابع كمان كان قاعد في حاله وكمشان وما بيتكلمش لانه كان اصغر منهم في السن. فقال الناس الكبار يتكلموا وانا الصغير خليني ما اقدرش اتكلم. فضلوا 28 اصحاح مناقشة بين ايوب واصحابه، جدل. الاصحاح الاول والثاني تجربة ايوب، الاصحاح الثالث ايوب لعن يومه. بعد الثلاثة دول 28 اصحاح مناقشات، يبقى خلص 31 في اصحاح 32 بقى. أليهو ده اللي كان قاعد ساكت، لا الحكاية مش جايبة نتيجة، ولا الناس الكبار عرفوا يخرجوا بنتيجة مع أيوب. بيقول إيه الكتاب على أليهو ده اللي صابر 28 إصحاح ما بيفتحش بقه، قال أنا صغير ودول ناس كبار. بيقول الكتاب في أول إصحاح 32: فكف أولئك الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. حينئذ حمي غضب أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصحاب أيوب حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. دخل بقى أليهو في الخط، قال لهم: اسمعوا، أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت ان افتح فمي. قلت: الايام تظهر حكمة وكثرة السنين تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. لكن بقى ما لقيتش اللي عندكم حكمة ولا حاجة، اديني هخش في الخط. اسمع يا ايوب بقى. ومسك ايوب من اصحاح 32 لحد اصحاح 37، 6 اصحاحات. لما سواه
ولم يستطع ايوب ان يرد عليه. الوحيد اللي ما استطاعش ايوب يرد عليه هو اليهو الصغير ده. وبعدين من اصحاح 38 ابتدى ربنا يكلم ايوب، وخلاص كان استوى ايوب وزاد سوى. وبعدين ربنا رفع عنه التجربة لما ايوب قال انا تراب ورماد. مش عيب ابدا ان اليه وهو صغير الايام يتكلم، وكلام في وداعة ومنطقي وموضوعي. منطقي وايه الموضوع؟ يجي واحد يقول انا لا ادين، نقول له طب يعني في مواقف الواحد يكون من واجبه انه يدين، زي معالي الكاهن ما رباش اولاده، ربنا حرمه من الكهنوت الى الابد، ووقع وراسه اتكسرت وكان حاله حال. في مواقف لابد الانسان ياخذ فيها موقفه. الكتاب يقول ان في مجموعة من الناس لا تخالطهم، تيجي تقول لا ادين احد وخلطهم، سواء في خطايا هؤلاء الناس اللي المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة، واللي بيقول في مجلس المستهزئين لا تجلس، وفي طريق الخطاه لا تقف، تقول له انا احكم عليه ليه وانا مالي؟ ما تحكمش. الكتاب بيقول كلمة حلوة جدا، بيقول خطايا بعض الناس ظاهرة تتقدم للقضاء. يعني واحد عارف ان كلامه وحش لا هدينه ولا غيره، هي اعماله هي اللي هدينه، بس انت تبتعد وتبتعد في وداعة عشان ما تضيعش الروح. يجي يوحنا الحبيب يقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. تقول أنا أتكسف أطرده من البيت، أتكسف باسم الوداع يعني؟ لا يا حبيبي، خليك شديد وحازم وما تقبلوش. ما هو ناس كتير من اللي قبلوا شهود يهوى ضيعوهم. يخبط على الباب، تسمح يا اخ نقرا كلمتين في الكتاب مع بعض، يتكسف منه وماسك له انجيل في ايده ويلخبط عقله. تقول لي باسم الوداع ما استطعش تطرده؟ لا، لازم تطرده، والوداعة تقول لك اطرده، لان الكتاب بيقول ومن يسلم عليه يشترك في اعماله الشريرة. لا يمنع ابدا ان الشخص الوديع يكون شخصا شهما وقويا وشجاعا وله تأثير على الاخرين وعنده نخوة، وممكن يدافع الحق وممكن يغضب من اجل ربنا. وبهذا نفهم الوداعة تماما. اتفضل صلي.